الشيخ مصطفى قشقش. العالم المقرئ الشيخ الجليل مصطفى أحمد قشقش أستاذ الأجيال وأحد أشهر الأعلام في ليبيا، ارتبط اسمه بالقرآن الكريم وبالمصحف الشريف وبعلم القراءات. ولد الشيخ الجليل مصطفى أحمد قشقش عام 1348 للهجرة الموافق عام 1930 للميلاد. التحق بالكتاب من نعومة أظفاره وتم حفظ القرآن ولم يتجاوز العاشرة من عمره، ويقول: أنا دعوة والدي، إذ كان والده رحمه الله يدعو الله أن يرزقه ولدا يحفظ القرآن ويتقن تلاوته. قدمه شيخه للصلاة بالناس في التراويح وهو دون البلوغ لثقته في حفظه وإتقانه. التحق بجامع الزيتون بالقيروان عام 1952، ثم انتقل ليكمل دراسته بالجامع الأعظم بتونس، وتخرج منه سنة 1958، وكان تخصصه في القراءات، ودرس خلالها القراءات العشر وعلم الرسم والضبط، ودرس الأسانيد واللغة والتفسير. تلقى الشيخ تعليمه الأول على يد الشيخ علي بن مصطفى بن شتوان المصراتي، كما حفظ عدة متون علمية في اللغة والفقه والعقائد على يد الشيخ محمد بن مفتاح بن عون التاورغي، وقرأ القراءات السبع على الشيخ مصطفى الحمامي القيرواني والشيخ عبد الواحد المرغني وغيرهم. عمل الشيخ عام 1960 مع الجامعة الإسلامية في البيضاء ليكون مدرسا للقراءات بمعهد القراءات في البيضاء، وبعدها بعام ترأس إدارة المعهد، وفي عام 1962 عين مديرا لإدارة المدارس الدينية في البلاد، فطورها وزاد عددها، وشغل منصب عضو دائم في لجنة إعداد ومراجعة المصاحف، وترأس أكثر المسابقات القرآنية في ليبيا، وحكم ورأس غيرها في بلدان إسلامية منها باكستان والسعودية ودبي والمغرب. ولم ينس الشيخ الكتاب والخلوة، فقد حافظ على تعليم القرآن وإقرائه لعقود طويلة، حتى تخرج على يده عدد غفير من المشايخ والمحفظين، وبالأخص بمسجد عبد الله بن عمر، وكذلك إمامة التراويح لسنوات طويلة. اتصف الشيخ بقوة دينه وتعلقه بالقرآن الكريم وإتقانه وبعده عن الأضواء والشهرة، واتصف بتواضعه وبنصحه لطلبته، وكان رحيم العطوفة صاحب سمت حسن وقدوة بالفعل والقول والحال. كان يختم القرآن العظيم كل أسبوع، واستمر على ذلك عشرات السنين، لم يثنه مرض ولا سفر ولا شاغل عنه إلى آخر حياته. أصيب الشيخ بمرض الزهايمر قبل وفاته بثلاث سنوات، لم يعد يعرف بسببه أولاده وأقاربه، ومع ذلك ظل القرآن حاضرا لم ينسه، ولم يتوقف عن مراجعته وقراءته ولا عن ذكر الله تعالى، وهذه من كرامة الله له ومنحه إياه. ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه. انتقل الشيخ الجليل إلى رحمة الله تعالى في يوم الجمعة الرابع من شهر محرم سنة 1440 للهجرة الموافق يوم الرابع عشر من سبتمبر سنة 2018، بعد حياة طويلة عامرة بالعطاء والتعليم، وقد ترك علما نافعا وذكرا حسنا وأجيالا من الحفظة والمحفظين، رحمه الله رحمة واسعة ورفع مقامه في عليين.